السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الكبير محمد حسنين هيكل. قامت الثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي الساعة 5 عصرا يوم الخميس 26 سبتمبر 1962، وأنا بعتقد جازما إن ثورة اليمن من أقوى الثورات في الوطن العربي، ومن المعروف إن الجيش المصري شاركوا في هذه الثورة أيام الشباب، أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ووضعت أهداف 6 لهذه الثورة، وأنا بعتقد جازما أن هذه الأهداف أصبحت من أقوى الأهداف في الوطن العربي. ولكن للأسف الشديد لم يتحقق من هذه الأهداف سوى الهدف الأخير، وهو احترام مواثيق الأمم المتحدة. ومع ذلك للأسف الشديد لم تحترم بشكل كويس. أنا مش عارف ليش، أنا مش عاوز أولع حطق اليمن بعد الصورة عدة رؤساء. وكان أول رئيس لجمهورية اليمن هو المشير عبد الله السلام، وبعدها تواردت الأهوال وتوالت السنين الثقال التي كسرت فيها الانقلابات وحوادث الاعتقال. ولكن السؤال، هل سيستمر النزال أم ستخمد الحرائق وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد.